وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذه الآية الكريمة جاءت تربية لهذه الأمة في خواطرها وأمانيها وأقوالها وأعمالها، إذ الأمة يجب عليها أن تكون واقعية في كل شيء، بحيث إنها في تصوراتها وتصرفاتها لا تخرج عن الواقع الذي تستطيع تحمله، وإنما عليها أن تفكر في عواقب كل شيء قبل أن تدخل فيه، وقبل أن تخطط له، لأنها أمة نيطت بها مسؤولية وحملت رسالة عظيمة. والله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان بنعمة العقل، والعقل كما قيل عقال، لأنه هو الذي يضبط تصرفات الإنسان، وهو أيضا يضبط خيالاته وخواطره وأمنياته حتى لا تكون خارجة عن حدود الاعتدال، وإنما على الإنسان أن يكون معتدلا في كل شيء. والنضج هو الذي يرد الإنسان إلى الواقعية، إذ الإنسان في مرحلة الطفولة، سواء كانت هذه الطفولة طفولة شخصية أو كانت طفولة نوعية، قد يند تصور الإنسان وتحلق به خيالاته في أجواء بعيدة. ومن أجل هذا كان من فقد نعمة العقل، سواء بسبب منه أو بغير سبب، يخرج في خيالاته إلى آفاق واسعة بعيدة، فقد يتصور الجبان أنه هو الصنديد الذي لا يقاوم، وقد يتصور الفقير بأنه هو الغني الذي جمعت له الدنيا بحذافيرها، وقد يتصور الشخص العادي الضعيف بأنه هو الحاكم المطاع الذي له الأمر والنهي والتصرف في الناس حسب ما يشاء. وهذا ما يجده السكارى في نشوة السكر، كما يقول أحد العرب. ومن المعلوم أن العرب كانوا كثير الإدمان على شرب الخمر، ونشربها فتتركنا ملوكاً وأسداً لا ينهنهها اللقاء. وقد يخيل للإنسان
في حال السعة والرخاء، بأن كل شيء ميسر له وهين عليه. ولكن عندما يدخل الميدان ويخوض التجربة يجد أن التجربة تجربة، أن التجربة تجربة مريرة صعبة جدا. وعند مواجهة الإنسان لصعوبة المراس كثيرا ما تنثني عزائمه وتتبدد أحلامه ويتبين عجزه. لذلك كان على الإنسان دائما أن يحسب حسابا لكل شيء. والله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون أمة قائمة بالواجب، مطلعة بهذه الرسالة، متحملة لهذه الأمانة، لا تني عزيمتها ولا تتثبط همتها. فلذلك مرت بمراحل من التجارب لتحلب الدهر أشطريه، ولتذوق منه الحلو والمر والصاب والعسل، ولتمر بتجارب الشدة والرخاء والنصر والهزيمة والعسر واليسر، حتى تتزود من كل شيء زاد وتأخذ من كل شيء عبرة، فلا يستفزها النصر ولا تثبطها الهزيمة ولا تغتر بالرخاء ولا تيأس أيضاً عند الشدة، بل تظل في جميع الأحوال متماسكة. وكما قلت بأن الإنسان وهو في حال السعة يتصور كثيراً من الأمور أنها ميسرة وسهلة، سواء كانت صعوبتها من قبل نفسه أو كانت صعوبتها من قبل غيره. فالإنسان قد يتصور أنه قادر على التحكم في نفسه وضبط نزعاتها ونزغاتها حتى يتصرف التصرف اللائق الذي يخيل إليه، ولكن عندما يخوض هذه التجربة مع النفس يجد الأمر بخلاف ذلك. ومن ذلك فقد يحدث الإنسان نفسه بأنه عندما يؤتى المال ويمكن منه سينفق هذا المال في سبيل الله، ربما حدثته نفسه أنه سيجود بأكثر ماله في سبيل الله، وأنه سينفق الكثير منه في الجهاد وفي نفع العباد وفي إقامة المؤسسات الخيرية وفيما يعود بالمصلحة على الدين والأمة والوطن. ولكن عندما يفتح باب الرزق يجد أن النفس شحيحة بهذا المال، وإذا به لا يسخو بشيء منه. وهذا كما قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا. هكذا سنة الخلق. وكذلك قد يتصور الإنسان التضحية بالنفس في سبيل الله، وأن الشهادة هي أحب شيء إليه، ولكن عندما يقف في بواطن الشدة ويخوض العراك ويشاهد كيف يكون الطعان تكاد تزهق نفسه، ولذلك يرتد على الأدبار. وقد يخيل للإنسان أيضاً بأنه
قادر على القيام بالدعوة، وأنه لن يلي في هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وسيبذل في سبيلها النفس والنفيس، سيتحمل المشقة وسيتحمل الأتعاب حتى يحقق ما تصبو إليه الأمة من صلاحها ومن استقامتها على النهج السوي، ولكن لا يكاد يدخل هذه التجربة إلا والنتيجة تكون على عكس ما يتصور. فعند ما يؤذى بعض الأذى إذا به ينثني عن هذا كله ويخلد إلى الراحة ويدع الميدان فارغا. فإذا التجربة هي التي تجعل الإنسان عارفا بتصرفاته وبأحواله، والله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تمر بتجارب متعددة، لأنه سبحانه وتعالى يؤجها لتحمل رسالة عالمية، رسالة تمتد في أعقاب الزمن وفي أدوار التاريخ وعلى مر العصور إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذه الرسالة لا تحملها الجمادات ولا تتحملها البهائم، وإنما يتحملها الإنسان الذي استخلفه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض وناط به مسؤولية عمارتها على منهجه سبحانه وتعالى، لتستمر الحياة فيها إلى الوقت الذي يأذن الله تبارك وتعالى بانتهائها. وقد جاءت الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم حاملة لمعنى الإسلام في أبهى صورته وأوسع أحكامه وأدقها وأشملها وأوسع مداخله ومخارجه، فمن هنا كانت الضرورة بأن تتربى هذه الأمة التي تحمل هذه الرسالة رسالة الإسلام. وهذه الرسالة لم يردها الله تبارك وتعالى أن تكون رسالة موقوتة، رسالة موسمية تنتهي بانتهاء موسمها وتنقضي بانقضاء وقتها، وإنما أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون رسالة ممتدة في أدوار التاريخ الإنساني إلى أن ينتهي الوجود الإنساني في هذه الأرض. فلذلك لم تكن تبعات نشر هذه الرسالة وأسباب انتصارها وظهورها بطرق خارجة عن سنن الكون ونواميس الوجود، ولو شاء الله تبارك وتعالى لنصر نبيه صلى الله عليه وسلم على جميع أعدائه بأن يزلزل الأرض تحت أقدامهم ويخسف بهم الأرض ويسقط عليهم كسفا من السماء ويهلكهم كما أهلك عادا وثمود، كما أهلك قوم نوح وعادا وثمود وفرعون وقوم لوط وغيرهم بطرق خارجة عن صنع البشر، وإنما هي من صنع الله تبارك وتعالى وحده، وإن كان كل من عند الله تعالى. ولكن ما هي نتيجة ذلك؟ هل بهذا تتربى الأمة على تحمل تبعات هذه الرسالة والاطلاع بمسؤولياتها؟ لا، إنما هذه قضية وقتية تنتهي بانتهاء الزمن. ولذلك اقتضت إرادة الله تبارك وتعالى أن تتربى هذه الأمة على العسر واليسر والمكره والمنشط والشدة والرخاء والنصر والهزيمة والضعف والقوة،
لتأخذ العبرة في جميع أحوالها. وهذا ما جعلها الله تبارك وتعالى وهذا الذي جعل هذه الأمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى أمة كيف تتحمل التبعات وكيف تقوم بالواجبات، كيف تلتزم العدل وتقوم بحقه وتؤدي الحق وتأخذه ممن منعه وتعطيه مستحقه. هذه الأمة بهذه التربية التي أرادها الله تبارك وتعالى لها خرجت من محيطها الضيق ومأزقها الرهيب لتسيح في هذه الأرض الواسعة ولتواجه تحديات الزمن ولتواجه المصاعب والمتاعب على اختلاف أحوالها، حتى تنشر كلمة الله تبارك وتعالى في أرجاء الأرض، وحتى تزلزل الأرض من تحت أقدام الظلمة فتنزل الأكاسرة والقياصرة من عليائهم صاغرين وتخرجهم من ممالكهم أذلاء مخذولين، وتذيق الإنسانية طعم العدل وتعرف الإنسانية قيمة الإنسان في هذه الأرض وتقيم موازين القسط بين عباد الله تبارك وتعالى التي أضيعت باستبداد الظالمين وبطشهم وجبروتهم. ومن المعلوم كما قلت أن الكثير من الناس أيضاً بسبب الأماني الخادعة فضلاً عن الأماني الكاذبة يتصورون بأنهم لو استخلفوا في الأرض ومكن لهم فيها فإنهم يكونون مثالاً في العدل والإنصاف، في الإنصاف من أنفسهم وفي أخذ الحق للمظلومين من الظالمين وإقامة موازين القسط بين عباد الله، ولكن عندما يمكنون لا يشتغلون إلا بأنفسهم ولا تهمهم إلا شهواتهم ولا يعنيهم إلا استبدادهم وظلمهم، فهم لا يعنون بغيرهم. والأمة كما قلت أرادها الله تبارك وتعالى لتنطلق في هذه الأرض من أجل قلب دورة الزمن، حتى تكون في هذه الحياة دورة تاريخية، دورة تاريخية منقطعة النظير، تذوق الإنسانية من خلالها الراحة والاستقرار. مع أن الذين تحملوا هذه الرسالة بالي الأمر إنما كانوا من العرب، وهم كانوا عايشين في هذه الجزيرة القاحلة الجرداء، هذه الجزيرة التي لم تكن تتدفق في ذلك الوقت في جنباتها الثروات، ولم تكن فيها وسائل الحياة التي وجدت فيها في هذا الوقت من أعقاب الزمن، وإنما كانت الحالة حالة بدائية. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى فتح لهم الممالك التي تعاقبت عليها أنواع من الحضارات وزخرت بضروب من الفلسفات، ومع هذا كله فإن هذه الأمة التي كان وضعها كما ذكرت لم تعجز عن قيادة الإنسانية بكلمة الله تبارك وتعالى، وتذيق تلك الأمم التي كانت تعيش في أكناف الحضارات العدل وتعرفها بمعنى المساواة، حتى تكون الحياة حياة مثالية.
لأجل هذا تربت هذه الأمة من أول الأمر على ما أراد الله تبارك وتعالى أن تتربى عليه من النصر والهزيمة والقوة والضعف والشدة والرخاء واليسر والعسر والمكره والمنشط، لأن في هذا كله اختبار لها، فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يختبرها بالنصر كما يختبرها بالهزيمة، وأن يختبرها باليسر كما يختبرها بالعسر، وأن يختبرها بالمنشط كما يختبرها بالمكره، وأن يختبرها بالرخاء كما يختبرها بالشدة. كل ذلك مما مر بهذه الأمة في ظروفها المتقلبة. والآية الكريمة جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم، نزلت في الذين فاتتهم غزوة بدر وأخذوا يتلهفون على غزوة يبلون فيها بلاء حسنا ويتعرضون فيها للاستشهاد في سبيل الله، كما أكرم إخوانهم الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة في غزوة بدر، فكانت أعناقهم تشرئب إلى مثل هذه الغزوة، كانوا يريدون يوما بيوم بدر، لأنهم رأوا أن ذلك أول يوم حقق الله تبارك وتعالى فيه نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه المواجهة بين الحق والباطل والصلاح والفساد والعدل والظلم والاستقامة والانحراف، وكانوا يتحسرون على أن الفرصة فاتتهم، وقد اهتبلها من حضر هذه الغزوة وهم لم يتثبطوا عن حضورها، وإنما ما كانوا يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشهد قتاله، إذ الخروج إنما كان الخروج من أجل العير، وما كانوا يتصورون ملاقاة النفير، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يتمكنوا من النفير بدلاً من العير. ومثل هذا أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد وقتادة والربيع والسدي، غير أن ابن جرير أيضاً أخرج عن الحسن ما يدل على أن هذه الأمنية كانت أمنية الصحابة بغض النظر عمن حضر موقعة بدر ولم يحضر موقعة بدر، ولكن بجانب ذلك عندما كانت يوم أحد وقد تمنوا الشهادة في سبيل الله، وكان شبابهم هم الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لمواجهة العدو في منزله الذي نزله وهو أحد، من غير أن ينتظروا وصوله إلى داخل المدينة ليدافعوه. فمع هذا كله ما كانوا جميعا في هذه الأمنية التي تمنوها ما كانوا وافين بذلك الأهد الذي كانوا كأنما قطعوه على أنفسهم، فأراد الله تبارك وتعالى أن يربيهم بهذا، أراد أن يعرفهم كيف يتصرفون في أمانيهم وكيف يتصرفون في أقوالهم
ماذا يقولون وماذا يعملون وكيف يواجهون العدو بأعظم مما كانوا يمنون به أنفسهم لا بدون ذلك. كانت هذه الأحداث التي مرت بهؤلاء تربية، والتربية للإنسان كما قلت تكون تربية فردية وتكون تربية نوعية. فالأمة بأسرها تتربى هذه التربية على أن الأخلاق والأعقاب إنما يأخذون الدروس والعبر من أمثال هذه الأحداث كلها. فكيف بمن مر بهذه الأحداث على أن جميع الحياة وتصرفاتها إنما هي مدرسة للإنسان يتعلم فيها كيف يواجه الخير والشر وكيف يتصرف مع هذا ومع ذلك. ولقد أجاد ابن دريد في هذا عندما قال: من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الحية. نعم، الأيام كلها عبر وصروفها موطن للاتعاظ. ولذلك جاءت هذه الكلمات القصيرة البليغة في كتاب الله تبارك وتعالى لتثير العبرة في النفوس ولتبعث هذه القلوب على الاتعاظ ولتتغلغل بإيحاءاتها إلى أعماق هذه النفس الإنسانية. إذ تغلغلت في أعماق أنفس أولئك المؤمنين قال الله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. وفي الإتيان بالتأكيد بقد مع التوطئة للقسد قبل ذلك باللام التي تزيد الكلام تأكيدا فوق تأكيد، في هذا كله ما يدل على أن هذا لم يكن مجرد أمر خيالي فحسب، بل كانت أمنية في أعماق نفوس هؤلاء. مهما كانت النتيجة إلا أن هذه الأمنية كانت أمنية في أعماق نفوس أولئك الذين خوطبوا هذا الخطاب. ولقد كنتم تمنون الموت، أي تتمنون الموت. وأمنية الموت إما أن تكون أمنية الموت، تمني الموت إما أن يكون معناه تمني لقاء العدو، أي تمني مشاهدة المعركة وحضورها، لأن حضور المعركة مظنة التعرض للموت. ولقد كنتم تمنون الموت. وإما أن يكون المقصود بذلك أنهم كانوا يتمنون فعلا أن يكرموا بالشهادة في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المؤمنين عن تمني الموت لنفسه، أي الموت لا يتمنى لذاته، إذ لا يدري الإنسان ماذا يحدث له في حياته، ربما يكون امتداد حياته خيرا له من سرعة اضمحلالها، ولربما مرت به ظروف صعبة فيكون في صبره عليها وفي تحمله متاعبها خير له يلقاه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يسأل أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي
وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، أو كما قال عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الإنسان إذا واجه شدة ومحنة عليه أن يصبر على لأواء تلك الشدة وصعوبة تلك المحنة، وألا يسأل الله تبارك وتعالى بأن يميته بسبب ذلك، إذ لا يدري ماذا وراء هذه المحنة، فقد تكون المحنة منحة، وقد يكون العسر يسرا، وقد تكون الشدة رخاء. وحكمة الله تعالى حكمة بالغة، هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء. وهذا أيضا نفسه جاء معناه في تمني لقاء العلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الشيخين يقول: لا تتمنوا لقاء العلو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وصلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بأن لا يتمنوا لقاء العدو، فإن الإنسان لا يدري ما هي العاقبة من هذا اللقاء، وتصريف القدر تصريف عجيب، ولكن ليكل الأمر إلى الله وليسأل الله تبارك وتعالى العافية، أي سواء كانت ملاقاة للعدو أو لم تكن ملاقاة للعدو، ليسأل الحق سبحانه وتعالى العافية. ولكن مع هذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عند ملاقاة العدو أن يصبروا، ويخبرهم مع ذلك بأن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا لأجل تثبيت عزائم المؤمنين عند مواجهة العدو. ولكن مع هذا كله فإن تمني الشهادة في سبيل الله تعالى أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تمنى الشهادة في سبيل الله، تمنى أن يقتل في سبيل الله، وإن كان جمعت له النبوة والشهادة عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن وصلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل كما في المعارك كما قتل غيره من المؤمنين في سبيل الله، فقد قال: ولدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمنى عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتكرر القتل له في سبيل الله، ليكون عليه أفضل الصلاة والسلام حائزا أفضل درجات الشهداء. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أيضا حريصين على الشهادة، راغبين فيها، وكانوا صادقين في عزيمتهم هذه. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل الله عز وجل أن يميته شهيدا في سبيل الله. وعندما خرج عبد الله بن رواحة إلى غزوة مؤتة وسئل له العود، أي أن يعود سالما من هناك، سئلت له السلامة من الله تبارك وتعالى، أجاب بقوله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا حتى يقولوا إذا مروا على جنتي: أرشدك الله من غاز وقد رشدا. كان يتطلع إلى الشهادة في سبيل الله تعالى. وكذلك
غيره من الصحابة كانوا هكذا يتمنون أن يموتوا شهداء في سبيل الله، كانوا يتمنون القتل في سبيل الله لينالوا درجات الشهداء. والعلماء دائما هم أيضا يتمنون ويحسون بأن النصر لا يتحقق لهم إلا بمثل هذه الأمنية. وهذا أيضا وقع في غزوة بدر، عندما قال عمير بن الحمحان وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر فيقتل إلا وله جنة أرضها السماوات والأرض. قال: بخ بخ. وكان يأكل تمرات، واستطال الحياة إلى أن يفرغ من تمراته التي يأكلها، فقذف بتمراته وخاض غمار الحرب إلى أن قتل في سبيل الله. فهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أميتهم أن يقتلوا في سبيل الله. ونجد أن المؤمنين في أعقاب الزمن دائما يحرصون على هذا الخير، ويتطلعون إلى من يتطلع إلى هذا الخير، لأن النصر يتحقق بهذا. عندما كان العلامة الشهيد المحقق الخليلي رحمه الله يتطلع إلى شباب صالح ينبلج به ضوء صبح يبدد ظلام الجهل والظلم، كان مما يصف به هؤلاء الشباب الذين كان يتطلع إليهم قوله، مما وصفهم به قوله: كأن المنايا منية لحياتهم، فما كاد يثني القوم بالحتف مصرع، يخوضون دأماء المنايا بواسما كأنهم في جنة الخلد رتع، قد اطرحوا لبس الدروع لأنهم لهم من زكيات المناصب أدرع. ومثل هذا أمنية الإمام السالمي رحمه الله تعالى عندما كان يقول: وأسأل الرحمن موتا فيه أعلى الشهادات بها أرضيه، ويرحم الله فتى قد سمع وقال: يا رب استجب هذا الدعاء. ومثل ذلك ما قاله العلامة أبو مسلم رحمه الله تعالى أيضا: ولم يكن قسمي غير ضربة صارم إذا قسمت فوق الرؤوس الصوارم، أو الطعنة النجلاء ترمي نجيعها فتمسحها حور الجنان النواعم. هكذا كان الاطلاع إلى الشهادة في سبيل الله تعالى. وهذا يدل على أنه لا معنى لما أشكل على بعض الناس من أن التطلع إلى الشهادة يعني طلب أن يتمكن الكفار من المسلمين حتى يقتلوهم، وهذا أمر يعود بالخيبة على الأمة، يعود بالضعف عليها. فلذلك استشكلوا هذا الأمر: كيف يتمنى أحد الشهادة في سبيل الله تعالى، ومع ذلك فإن في هذه الشهادة تمكيناً للكفرة من أنفسهم، ثم يكون ذلك أيضاً تمكيناً لهم من ديارهم. وهذا ليس بشيء كما رده المحققون، قالوا بأنه لا إشكال في ذلك، إنما هذا الذي يستشهد في سبيل الله إنما يستشهد بعد أن يبدو بلاء حسنا، بعد أن ينكي العدو ويرتد العدو خاسئا وينزل به ما ينزل من العذاب. ثم بجانب ذلك لا يتمنى الإنسان لكل المجموعة أن تذهب مشهيدة مقتولة في نفس ذلك الوقت، وإنما يتمنى كل واحد ذلك لنفسه بغض النظر عن كون غيره يصاب أو يقتل أو يسلم، فإن ذلك لا يؤثر على هؤلاء المؤمنين شيئا. عندما يكون كل واحد حريصا على التضحية بنفسه يفدي دينه بنفسه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا،
ما معنى هذا اللقاء؟ مع أن الموت إنما هو أمر معنوي، هو مفارقة الحياة لهذه الأجساد بانتقال الأرواح عنها، فما معنى هذا اللقاء، لقاء الموت؟ إنما لقاء الموت هنا هو لقاء أسبابه، هو لقاء العدو الذي هو حريص على قتل عدوه، على إبادة عدوه. إنما هو نزول الميدان، ميدان المعركة، ومشاهدة كيف يتصارع الرجال، وكيف يعمل السيف والسنان. هذا هو لقاء الموت. ومن المحتمل أن يكون هذا من باب التمثيل، أي مثلت الحقيقة المعنوية تمثيلاً يقربها إلى المحسوس حتى تكون كالشيء الحسي المشاهد. وهذا معهود في كلام العرب، فإن العرب قد يصورون الأمور المعنوية تصويراً يقربها إلى المحسوسات، لأن النفس بالمحسوس، لأن النفس للمحسوس آلف وإليه أقرب. وهذا كما يقول الحارث بن هشام: وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبدد. فجعل الموت كأنما كان شيئا مشموما، كأنما له ريح تشتم. وكذلك ما يروى عن عمرو بن معدي الكرم أنه قال: فضمني، يعني عدوه في القادسية، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. أحس شدة الموت، كأنما شم للموت رائحة. وهكذا إذن قوله سبحانه وتعالى: من قبل أن تلقوا، أي من قبل أن تلقوا هذا الموت. وقيل بأن المراد بقوله من قبل أن تلقوا، أي من قبل أن تلقوا العدو، فالضمير راجع إلى غير مذكور، ولكنه معروف من المقام، لأن المقام يعني مصارعة بين المؤمنين وبين أعدائهم. وقرئ من قبل أن تلاقوا، هذه قراءة من غير القراءات السبع، بل من غير القراءات العشر. وقرئ أيضا من قبل أن تلاقوه، من قبل على القطع عن الإضافة. وعلى هذا فقوله أن تلاقوه هو بدل اشتمال من الموت، أي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، من قبل أن تنزلوا إلى ميدان المعركة، أن تلاقوه، أي تتمنون لقاءه، لقاء الموت. فقد رأيتموه، أي رأيتم الموت، رأيتم الموت من خلال المعركة التي دارت وخضتموها. وما كلكم صدق، وهذا لا ينافي أن يكون كثير من المؤمنين صدقوا في أمنيتهم، فإن كثيرا من المؤمنين، عددا من المؤمنين، التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعة الشدة، وواجهوا المحنة بصبر وجلد، ونافحوا العدو وكافحوه، حتى كشفه الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، وقد أبلوا في ذلك بلاء حسنا. ومن هؤلاء أنس بن النضر، وهو عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، فإنه أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا، وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء عندما يرى، عندما وجد العزائم تثبطت وقاتل قتالا عنيفا
ووجد فيه أكثر من 80 جراح بالطعن أو بالضرب، وقد أفوت روحه إلى الله تبارك وتعالى. لقد قاتل المؤمنون قتالا عنيفا ذابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضحين، وكذلك طلحة بن عبيد الله الذي كان ردءا للنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة السهام التي تأتي من قبل المشركين، حتى شلت يده من كثرة طعن السهام لها، وهو مع ذلك لا يتزحزح. وغير هؤلاء صدقوا فيما كانوا يتمنونه من الشهادة، ولكن طبيعة النفس البشرية كما قلت في ساعة الأسرة والشدة أن تتأثر، ما كل نفس تتوطن على الصبر. وقد أراد الله تبارك وتعالى تربية هذه الأمة جميعا في ذلك السلف الصالح حتى تواجه المتاعب وتواجه المصاعب. بهذه التربية تمكنت هذه الأمة من مواجهة القوى العالمية الكبرى، من مواجهة قوة الفرس وقوة الروم، مع أنهم ما كانوا يسردون ظهورهم إلى غير طاعة الله تبارك وتعالى وقوته سبحانه وتعالى، وكانوا بعزائمهم الإيمانية استطاعوا أن يواجهوا القوتين العاتيتين الكافرتين في وقت واحد، في آن واحد كانوا يواجهون هذه القوة وتلك القوة. فقد رأيتموه، أي بعد ما نزلتم ميدان المعركة وكانت تلك الشدة التي حلت بكم، رأيتم كيف الموت وتبينت لكم حقيقته وأنتم تنظرون. قيل بأن هذه الجملة هي توكيد للجملة المتقدمة بقوله فقد لقيتموه، وقيل بأنها جملة حالية، ومعنى ذلك وأنتم تنظرون كيف يسقط إخوانكم صرعى، ومن خلال ذلك نظرتم إلى حقيقة الموت. أو وأنتم تنظرون، أي تنظرون إليه، تنظرون إلى الموت من خلال مشاهدتكم لقطع الرقاب وحز الغلاصن وطعن الصدور وغير ذلك مما كان في تلك الموقعة. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وقيل بمعنى وأنتم تنظرون أي تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل به، وقيل بأن المراد بقوله وأنتم تنظرون أي تنظرون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشيع بأنه قتل ذلك اليوم، وكانت هزة عنيفة في نفوس المسلمين. وقيل وأنتم تنظرون كيف تتمكنون من الفرار وتخلون ذلك الموقع، أو كيف تتمكنون من الفرار، وهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشيع عنه بأنه قتل هو مقتول أو أنه لم يقتل. وعلى كثير من هذه الوجوه، بل على أكثر هذه الوجوه، فإن هذه الجملة هي جملة حالية، وهذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. قال ذلك الزمخشري وتبعه على ذلك جمهور المفسرين، وإنما منهم من قال بأن هذه الجملة جملة توكيد للجملة السابقة، ومنهم من قال بأن الكلام مستأنف، أي وأنتم تنظرون بعد ذلك، بعدما وقع الذي وقع كيف تتصرفون. وعلى أي حال، فإن هذه الآية الكريمة كما ذكرت إنما نزلت بسبب ما كان يراود نفوس الكثير من المؤمنين من الأمنيات بعد ما أكرم الله سبحانه وتعالى من أكرمه في غزوة بدر بالشهادة، وأكرم أيضا من أكرمه فيها
بالنصر، إذ أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأحد الحسنيين، وقد حقق الله تبارك وتعالى لهم ما كانوا يصبون إليه، فتطلعت نفوس كثير من المؤمنين إلى مثل تلك الموقعة. وهذا الدين الحنيف إنما هو دين تسأل عنه الأمة بأسرها، فعلى الأمة أن تحافظ على دينها وأن تذب عنه وعن حرماته وأن تضحي من أجله، لأنه أغلى ما تعتز به وتتمسك بعروته. فلذلك يجب عليها ألا تنظر إلى هذا الدين من خلال نظرها إلى شخص فحسب، حياة وموتا، وجودا وعدما، وإنما عليها أن تحافظ على مسؤولية هذا الدين، سواء وجد ذلك الشخص الذي تجتمع عليه وتأتلف نفوسها به أو لم يوجد، فإنها عليها أن تنهج النهج السوي. وهذا الذي حصل في هذه الأمة، فإنه بعدما قبض الله تبارك وتعالى إليه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، حرص المؤمنون ممثلين في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أن يتحملوا تبعة هذا الدين وتبعة الكفاح عنه ومسؤولية الجهاد من أجل نشره. فبكن الله تعالى له في الأرض. كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من محنة الردة التي واجهها الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه، ثم الفتوح التي تمت بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين جميعا، فكانت تلك النقلة التاريخية. وهذا لأنهم تربوا على مثل هذه الأحداث بألا يعقد الأمر على شخص فحسب بالنظر إلى حياته أو إلى موته، بل مهما كان الأمر إنما كانوا ينظرون إلى مستقبل هذا الدين ويذبون عنه. ولذلك أتبع الله تبارك وتعالى ما تقدم قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهو سيخلو كما خلى المرسلون من قبله صلى الله عليه وسلم، وسيفضي إلى الله تبارك وتعالى كما أفضى أولئك المرسلون من قبله عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الله، إذ لم يكتب لأحد من قبله صلى الله عليه وسلم الخلد حتى يكون هو مخلدا. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والله تبارك وتعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. فلذلك أراد أن يوطن هذه الأمة على معرفة هذه الحقيقة وإدراك هذا الأمر، وأن مسؤولية هذا الدين لا تنتهي بانتهاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبانعدام وجوده ما بين المؤمنين، بل مسؤوليته تناط بالمؤمنين جميعا. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا السداد والصواب، وأن يمن على عباده المؤمنين بالنصر والتمكين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداء الدين، واستعجل شافتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحو آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.